العظيمه يا باشا. احنا مكلفين بخطه الجمعه زي الوزاره بتقول، زي ما الوزاره بتقول شهر رمضان بنقيم الليالي بنصاد العجين بقلبنا. انت عارف كل حاجه الاهالي، الاهالي زمان كان لما ظابط يموت في حبس او بتاع كان زمان من هم الوضع اللي كان عندهم في السوق احسن. النهارده في فضل الناس ده هم فهموهم، احنا اللي فهمنا الناس ان وقفتك دي راسنا مطلع عليها، واحنا اللي فهمنا المواطن العادي ان وقفتك دي طمنا بيشاهدها من قدام. انت اتفضل. في اربعه منكم رايحين يقابلوا السيد، خلاص انت رسالتك وصلت، يبقى بعد اذنك اولا تلتزم في حديثك، تلتزم في حديثك وتساوي نفسك. صح صحيح. صحيح. انتوا راجل ناس قدوه، احنا بنحترمكم كلكم. الكلام ده حبيبي بقى اسمع، هو الكلام اللي هقوله متاخر. قالوا يا ابانا ان اكله الذئب ونحن نصنع ان ليس تخاصم. الوزير مش هيحتضن الاوضاع زمايلنا لو احنا مشينا. انا مش بتكلم على سيادتك، انا بتكلم على وزير الاوقاف. وفوضهم مرتين يا باشا، مرتين يا سيادتك. احنا بنضل احنا بنحتضنك، بنحتضن اهلنا يا سعد باشا.